مرحبا، معكم أحمد صالح في الفيديو الأول من سلسلة كونتراين. إيش هي سلسلة كونتراين؟ هي فيديوهات تستهدف طلبة الكليات الطبية بهدف معرفة شو الأدوية الممنوع استخدامها في حالات مرضية معينة عشان أنت كدكتور تكون قد حالك. موضوع فيديو اليوم حيكون عن الربو، وليش ممنوع إعطاء مريض الربو دواء البيتا بلوكر. الربو أو الأزمة بكل بساطة هو عبارة عن حالة من انقباض القصبات الهوائية بطريقة شرسة عند التعرض لعامل مهيج، مما ينتج عنه ضيق بالنفس اللي احنا بنحكيها hypersensitivity of the airway that leads to bronchospasm. نيجي للمستقبل اللي بيشتغل عليه الدواء. يوجد على الجدار الخارجي للعضلات الملساء الموجودة في جدار القصبات الهوائية مستقبلات من نوع بيتا، وتحديدا بيتا 2 اللي بنسميها بيتا 2 ريسبتورز. عند تحفيز هاي المستقبلات شو اللي بصير؟ اللي بصير انه مادة CAMP داخل الخلية العضلية بتزيد، ولما تزيد ترتخي الخلية العضلية اللي احنا حكينا في جدار القصبات الهوائية، مما يؤدي الى توسع فيها اللي بنحكي عنها البرونكودايليشن. مقابل لو اجى على المستقبل مادة ثبطت عمله، منعته من العمل، ما راح تزيد مادة CAMP داخل الخلية العضلية، مما يؤدي الى عدم توسع في القصبات الهوائية. شو دخل مريض الربو بالبيتا بلوكر اللي حكينا عنه قبل شوي؟ نفرض انه مريض ربو اخذ بيتا بلوكر وشرب وراه مي، نزلت الامعاء، من الامعاء امتصها الجسم ووصلت لمجرى الدم، لفت في الدم وراحت للجهاز التنفسي. لما تروح للجهاز التنفسي راح تسكر مستقبلات البيتا الموجوده في جدار الخارجي للقصبات الهوائيه، مما يؤدي الى ممانعه للتوسع. واحنا حكينا انه مريض الربو بيعاني من حاله من زياده الاستجابه للانقباض، فلو تعرض للالرجين اللي هو بتهيج منه راح نفقد المريض. بالنهاية أي مريض ربو اللي هي الأزمة أو بوخت بخاخ ممنوع توصف له بيتا بلوكر لأي مرض آخر. سؤالي اليوم، بدراستك للطب شو الأدوية الأخرى غير البيتا بلوكر الممنوع إعطائها لمريض الأزمة؟ إذا أنت بتعرف اكتب تحت في التعليقات، ولو عجبك المحتوى ياريت تدعمنا. Thank you.